صوتي يصل إليكم إن شاء الله. هؤلاء نظموا للمكبر ويخرج من المسجد يسمع على الطريق. هذا التكريم كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. وقال عز من قائل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وجاء في حديث رواه الإمام الطبراني: أحب العرب لثلاث، فإني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرة مدير هذه الجامعة الموقر حفظه الله ورعاه، وأعضاء هيئة الأساتذة الكرام والمشايخ العظام في رحاب هذه الجامعة، وطلابنا الأعزاء المحبون للغة العربية وشداتها ووشاقها وحماتها وناشرها وخدامها والداعون إلى الجهود التي تضمن لها للانتشار ولتكون لغة حية راقية وسط هذه اللغات التي صارت لها صولة وجولة. أيها الطلاب، سبقني الحكم المستحكمون فضيلة الأستاذ محمد رضوان، إنه أبدى فرحه وسروره وبشره بما لاحظ فيكم من هذه الرغبة، من هذه المحبة، من هذه العناية باللغة العربية. وكذلك سبقني فضيلة الأستاذ محمد قطب الله، ما شاء الله، إنه أيضا أفصح وأجاد وأبلغكم ما أنتم في حاجة إليه. فبارك الله في عمر هذين الحكمين، وتقبل الله هذه الجهود المبذولة، هذه الجهود جهود تبذل كما سمعت من التقرير السنوي من 20 من شوال. أول نشاط أقيم هنا عن طريق منصة النادي العربي حفلة
افتتاحية، قام بمنصب رئاستها فضيلة الأستاذ سعادة المفتي أسعد حفظه الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله، سررت جدا بخدمته هذه، لأنني أتشرف بكوني معلما له لهذه اللغة العربية. هكذا الأساتذة هم يشجعون، هم يثيرون، يشوقون الطلاب إلى بذل الجهود التي تجعلهم أكفاء مزودين بالصلاحيات والكفاءات المطلوبة في جميع مجالات الخدمة الإسلامية، في مجال التعليم والتربية، في مجال إصلاح المجتمع، وفي مجال قيادة الأمة، وفي مجال تقديم الدعوة إلى إخوتنا العرب. هؤلاء هم في حاجة أيضا إلى دعوتنا. صحيح، إن لهم شرف أخذ الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء، لهم شرف حمل لواء الدعوة الإسلامية إلى أنحاء العالم. نحن نعترف بشرفهم هذا، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أكرم أهل الهند العلماء الذين نبغوا في هذه البلدة في بلاد الهند، العلماء والفقهاء والمفتين والدعاة، فضيلة الشيخ محمد إلياس رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، الذي قام بهذه الدعوة، حرك الأمة بتقديم هذه الدعوة إلى أوساط الأمة، إلى طبقات الأمة المختلفة، وهذه الدعوة وصلت إلى العرب. العرب ما كانوا يعرفون عن هذه الحركة، عن هذه الجماعة. فضيلة الشيخ سماحة الأستاذ الداعية الكبير مفكر الإسلام السيد مولانا أبو الحسن علي الندوي، هو قام بجولة دعوية في البلاد العربية، في المملكة العربية السعودية، في مصر، في بلاد الشام وغيرها من البلدان. هذا الداعية الكبير كانت له نشاطات، والحمد لله كانت نشاطاته باللغة العربية الفصحى. حينما كان يتحدث إلى العرب ويسمعونه وهو يلقي خطبته باللغة العربية باللهجة الصحيحة المثيرة المضرية، كانوا يتعجبون، يسألونه: يا شيخنا، أنت من أولاد العرب؟ أنت ترعرعت في بلدة عربية؟ أين نشأت؟ أين تعلمت اللغة العربية؟ كيف أنت تتقن هذه اللغة، تتحدث بهذا المستوى العالي الرفيع؟ فكان يقول لهم: إني ابن الهند، نشأت وترعرعت في
بيئة عجمية بعيدة من بلاد العرب من وراء البحار، فكانوا يتعجبون. ففضيلة الشيخ أدى هذه المهمة، أدى هذا الواجب، واجب تقديم الدعوة إلى إخوتنا العرب بهذه اللغة العربية. هم تأثروا جدا واطلعوا على فوائد هذه الحركة الإيمانية، على مقاصد جماعة الدعوة والتبليغ. كثير من علمائهم من دعاتهم أعجبوا بهذه اللقاءات، بهذه الكلمات، بهذه المحاضرات. إنه لم يقم بإلقاء محاضرته وكلماته الدينية في المساجد في المدارس، بل إنه ألقى خطبه محاضراته في الجامعات الكبرى في الكليات، الذين هناك يوجد المحاضرون البروفيسورون مثقفون بالثقافة العصرية العالية، فكانوا يتعجبون. وأيها الإخوة، نحن نستطيع أن نوقظ إخوتنا العرب، عندهم غيرة إسلامية، ولكن هذه الغيرة قد خمدت بسبب هجوم هذه الحملة المادية، أو بهجوم الحضارة والثقافة الغربية. هذه الثقافة لها صولة وجولة في أنحاء العالم، هم حكموا علينا لمدة قرنين، فسكان بلادنا أيضا تأثروا بثقافتهم، تأثروا بلغتهم، تأثروا بعاداتهم. العادات للأكل والشرب واللقاء، وفي المجتمع في الأعمال الاجتماعية. هذا يعني ليس بصعب كما قال فضيلة الأستاذ، اللغة العربية سهلة جدا، سهلة ميسور. والدليل على هذا هذا البرنامج الذي قدمتموه بهذا المستوى العالي الرفيع. كيف هم ألقوا ما في قلوبهم بالجرعة وباللهجة؟ أنا سررت جدا بخطبة أحد المساهمين، كان موضوع خطبته الشمائل النبوية. إنني أظن أن هذا الطالب حفيظ عن طريق هذه الخطبة أكثر من 100 كلمة، أكثر من 100 كلمة، كلمات فصيحة بليغة، تعبيرات جميلة، لأن هذه الكلمات صدرت من أفواه الصحابة رضي الله عنهم، الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شاهدوه ورأوه، شاركوه في نشاطاته الدعوية والقتالية، لاحظوه بملاحظات دقيقة، حفظوا عن سيرته كل شيء، لم يتركوا شيئا. فهذه الخطبة كانت مليئة بالكلمات والتعبيرات. إفادية مثل هذه الحفلات، إفادية المساهمة في مثل هذا البرنامج هي هذا المساهم يمكن له حفظ آلاف
مئات من الكلمات والتعبيرات، وهذه العملية تسهل للطالب تعلم اللغة العربية. فأيها الطلاب، كما لفت انتباهكم فضيلة الأستاذ إلى الاستغلال، إلى الاستفادة من هذه الوسائل المتاحة لكم، هذا النادي العربي ما شاء الله. أنا شاهد، أنا أتذكر أنني قلت في إحدى الحفلات أنني سعيد حيث وفقني الله أن أحضر في أولى حفلاته في الحفلة الافتتاحية للنادي العربي، أولى الحفلات في نفس ذلك العام الذي أنشئ فيه هذا النادي العربي. فأن أشكر الله عز وجل إنه يتيح لي الفرصة منذ أكثر من عقدين من الأعوام، يعني أكثر من 20 عاما، أن أحضر وأتشرف وألتقي وأستمع وألاحظ هذه النشاطات. فهذه البذرة، هذه الشجيرة التي غرست في أرض هذه الجامعة الخصبة بيد فضيلة الشيخ مولانا موسى المعكرودي، محبوب الأمة، محبوب الطلبة، كان محبوبا. وأنا أدعو الله عز وجل أن يجعل صنوه، ابنه، خلفه الصالح حبيبا محبوبا لدى هؤلاء الطلاب، يخدمكم، يسهر لكم، يسهر وراءكم في إعدادكم. إنه يتفكر دائما في تهية الأسباب، الوسائل التي أنتم تحتاجون إليها، فهو جدير بدعائنا، مستحق لدعائنا. نحن ندعو له الرقية والتقدم والازدهار والقبولية والمحبوبية، لا في رحاب هذه الجامعة، بل في بلادنا، في منطقتنا كلها. بارك الله فيه. ففضيلة الشيخ محبوب الطلاب الحاج مولانا موسى معكروت، كانت في قلبه طموحات، رغبات، عزائم مباركة، الله عز وجل حقق بعض عزائمه، بعض طموحاته، بعض رغباته. كان يرغب في أن يرى طلاب هذه الجامعة وهو يتكلمون، ينطقون بهذه اللغة بالطلاقة، بالارتجال، من دون تلكو، بالوضوح، وأن يكون محبين لهذه اللغة حتى يتمكنوا من فهم القرآن، وحتى يتمكنوا من تعريف الإسلام، تعريف مزايا الإسلام. ديننا يحمل مزايا. أحد المساهمين تحدث عن مزايا الإسلام. كيف نستطيع أن ندعو أهل الدنيا إلى معرفة هذه المزايا؟ لابد من التزود بالوسائل الضرورية، وأهم الوسائل إتقان اللغات المتداولة، سواء أن تكون عربية أو إنجليزية أو لغة بلادنا الرسمية الهندية، أو لغة أوساطنا الإسلامية، يعني اللغة الأردية
الرائجة في هذه البلاد. فأيها الطلاب، عليكم الاستغلال. استعمل فضيلة الأستاذ كلمة الاستغلال من الغلالة. الغلالة هي الثمار، هي الحبوب التي يجنيها ويتحصل عليها الفلاح بعد بذل جهده المدني طوال السنة. ومن هو الاستغلال؟ يعني كيف يحصل الفلاح هذه الحبوب؟ كيف يتلقاها هذه الثمار بفرحة ورغبة وغبطة، لأنها ثمار جهوده؟ فكذلك أيها الطلاب، استغلوا، استفيدوا، انتفعوا بالكلمة السهلة الانتفاع. انتفاع نفع اٹھانا، فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ہی مناسب جامعہ میں لا کر کھڑا نہیں کیا ہے، جمع دیا ہے، میں ایسا کہوں گا جمع دیا ہے، جم جاؤ یہاں اور لگ جاؤ اپنے کام میں، محنت کرو، محنت ضروری ہے، کوئی کام بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، کوئی فن، کوئی مہارت ہمارے سامنے ہے، کتنی محنت کرتے ہیں جو علوم دنیاوی حاصل کرنے والے ہیں، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، رات دن لگے رہتے ہیں، کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر محنت کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ایک طالب علم کے بارے میں، ایک ودیارتھی کے بارے میں، وہ اس کے فیل تو نہیں ہوا تھا، اس کے مارکس کم آئے تھے پرسنٹیج، تو پھر اس نے محنت کی، دوسرے سال امتحان لیا، پھر کچھ زیادہ اس کو ملے، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہارا، اس نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ اتنے تو ہونے ہی چاہیے، اس لیے کہ جب تک پورے نمبرات 95%، 97%، 98% کوئی طالب علم ان کا حاصل نہیں کرتا ہے، وہاں تک ان کو نوکری نہیں ملتی ہے، منصب اور عہدہ نہیں ملتا ہے، نوکری نہیں ملتی ہے قابل قدر۔ تو اس نے محنت کی، تیسری مرتبہ میں وہ جو ہے فل نمبرات لائے۔ تو یہ دنیا والے وہ اتنی محنت کرتے ہیں، تو ہمارے پاس تو علم دین ہے، علم دین کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو نوازا ہے، یعنی اسباب مہیا کیے ہیں، وسائل مہیا کیے ہیں، بہت ہی مناسب جامعہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو لے آیا ہے، یہاں سب وسائل پھلنے پھولنے کے، پنپنے کے، انگریزی میں بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اردو میں بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، تجوید میں بھی مہارت حاصل کر سکتے ہیں، بس تمہارے اوپر ہے کہ تم دل میں جما لو کہ مجھ کو یہ بننا ہے، مجھ کو ادیب بننا ہے، مجھ کو مہارت حاصل کرنی ہے عربی زبان میں، تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، اس کی تعلیمات، اسلام کی خوبیوں کو میں سمجھ سکوں، اور پھر دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکوں، جو بہترین زبان ہو سکتی ہے، چاہے عربی ہو، انگریزی ہو، جس کو دنیا والے سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں مہارت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے وسائل ہے۔ یہ نادی کا پلیٹ فارم بہت ہی اہم ہے، بہت ہی مبارک، ماشاءاللہ اساتذہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے قابل منہ فکر رکھنے والے، ان کو شوق ہے، اگر شوق نہ ہوتا، ان کی محنت نہ ہوتی، ان کی توجہ نہ ہوتی، ان کی بیداریاں نہ ہوتی تم کو تیار کرنے میں، تو کیا ایسا خوبصورت پروگرام پیش کرنا ممکن تھا؟ بالکل نہیں۔ تو آپ قدر کیجئے ان وسائل، مکتبہ ہے یہاں، قابل اساتذہ ہیں، اور کوئی دقت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے،
فرصت ہی فرصت ہے. پہلے زمانے میں ہمارے اکابر ان بیچاروں کو جو ہے پڑھائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کرنے پڑتے تھے, کمانا پڑتا تھا, تکسب مال کماتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فکروں سے ہم کو اور آپ کو فارغ کر دیا ہے. فرصت ایک عالم کے لیے, طالب علم کے لیے وقت یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. فرصت آج کس کو فرصت ہے؟ ابھی مولانا قطب اللہ صاحب نے کہا مجھ کو جانا ہے 11 بجے, اتنا خوبصورت جلسہ چھوڑ کر. تو کس کو فرصت ہے آج؟ فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس سے کام لینا ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے. ہمارے اکابر نے, بڑوں نے اوقات سے کیسے فائدہ اٹھایا, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, کتنا جائیں گے, کتنی ڈیٹیلوں میں جائیں گے, اسی میں رہ جائیں گے, کام رہ جائے گا. اس لیے آج سے طے کر لو کہ ہم عربی کو جو ہے شوق سے سیکھیں گے, محبت سے. احب العرب علی صلاح, آپ علیہ السلام کی حدیث فرمایا کہ عربوں کو, عربوں سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے. تین چیزوں کی وجہ سے عربوں سے محبت کرو. ایک تو اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں, عربی النسل, ابراہیمی النسل صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن عربی, قرآن عربی میں ہے. ولسان اہل الجنہ عربی, اہل جنت کی زبان عربی ہے. یہاں سے ہی سیکھ لو ورنہ پریشانی ہو جائے گی. ایسا ہم نے پڑھا کہ وہاں جنتیوں کو ایک موقع پر پریشانی لاحق ہو جائے گی. وہ پریشانی کیا ہوگی؟ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ان میں اعلان کرو کہ تم کو جو چیز پسند ہو سب سے زیادہ, وہ مانگو, وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایسا اعلان کرو. اب عربی میں ہی ہوگا اعلان انشاءاللہ. لسان اہل الجنہ عربی, منکر اور نکیر بھی عربی میں سوالات کرتے ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے عوامی بھائی کہ وہ تو عربی میں بولیں گے, کیسے جواب دے سکیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹری چارج رکھو, بیٹری چارج رکھو. الفاظ نہیں, الفاظ جن پر دلالت کرتے ہیں, جو اعمال ہے, جو مشن ہے, اس میں پختہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کرا دے گا. من ربک, ما دینک, من الذی بعث الیک. بعض تو جو ہے کاغذ لے کر آ جاتے, کہتے ہیں مولانا لکھا دو 3 سوالات اور پڑھ کر, اور اس کا جواب بھی جو ہے لکھ دو نیچے تاکہ ہم اچھی طرح جواب دے سکیں. تو وہاں یہ اعلان ہوگا کہ مانگو, تو وہاں عوام جو ہے علماء سے رجوع کریں کہ بھی بتاؤ کیا مانگیں. تو علماء کی وہاں بھی ضرورت پڑے گی جنت کے اندر, اور وہ عربی میں ہی بتائیں گے. لسان اہل الجنہ عربی. تو یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے. عربی سے محبت, عربی مفتاح العلوم ہے, ماسٹر کی ہے. علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ تو عربی میں جو ہے پختگی پیدا کرنی پڑے گی, مہارت. عربی کے بغیر چارہ نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ اعلان کرایا, ان کو قرب حاصل تھا خلیفہ وقت سے. خلیفہ وقت ان کی بات مانتا تھا اور انہی کا فتویٰ جو ہے چلتا تھا. اعلان کر دیا تھا اس وقت کے خلیفہ نے کہ لا یفتا والامام فی مالی فی المدینہ, یعنی لا یفتی احد ومالک فی المدینہ,
مدینے میں امام مالک کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فتوہ نہ دے، یعنی سرکاری فتوہ ان سے صادر ہوتا تھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہم نے پڑھا، وہ سرکار سے تھوڑے وابستہ تھے، وابستہ رہنا پڑتا ہے سرکار سے کام نکالنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے یا جاہ کے لیے وہ نہیں قریب تھے، وہ شریعت کا پابند رکھنے کے لیے شریعت کی باتیں ان کو صحیح طور پر پہنچے اس مقصد سے وہ قرب رکھتے تھے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ پڑھا، اس مقولے سے عربی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. میں نے کہا عربی ماسٹر کی ہے، مفتاح العلوم، جو رسوخ پیدا کرنا چاہتا ہے مہارت علوم دینیہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، جتنے ہمارے علوم اسلامیہ ہے عربی مضبوط کرنا ضروری ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ پڑھا کہ لا یؤتى برجل یفسر القرآن وهو لا يعرف العربیہ. اگر کوئی ایسا آدمی میرے پاس لایا گیا، سرکاری آدمی ہے، کوئی ایسا آدمی میرے پاس لایا گیا کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے لیکن عربی نہیں جانتا، عربی نہیں جانتا، تو میں اس کو جو ہے عبرتناک سزا دلاؤں گا، ایسا انہوں نے کہا. تو اس سے ہم عربی کی اہمیت جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. ایہا الطلاب اظن ان ہؤلاء الطلاب الصغار من قسم تحفیظ القرآن ایضا استيقظوا، جاگ گئے ہوں گے، ان کو بھی میں نے ان کا حصہ بھی میں نے دے دیا اردو کا. وہ کب سے منتظر تھے، مضطرب کہ ہم کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہم کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا ہے، لگے ہیں شروع سے عربی کے پیچھے، مضطرب نظر آ رہے تھے، پریشان. تو میں نے ان کا بھی حظ دے دیا، ارا حرکہ تضحکنی و تفرحنی من الورائی. ایہا الطلاب اشکرکم شکرا جزیلا و اشکر ہؤلاء الاساتذہ و علی طلیعتہم فضیلۃ مدیر الجامعہ علی ما قدموا الی هذه الدعوہ الغالیہ لیست متواضعہ، الدعوة الغالية الثمينة القيمة للمشاركة والمساهمة والمسامعة في هذا المسجد الفخم بهذه المناسبة القيمة الممتازة الحبيبة، وإن شاء الله يكون لنا هذا الجلوس الطويل منذ 3 ساعات أنتم جلستم، وكثير منهم لم يقوموا لم يتحركوا، هم جالسون كأن على رؤوسهم الطير، هادئون ساكتون وقورون. هذه هي معجزة اللغة العربية، معجزة اللغة العربية. حتى الكافر غير المؤمن حينما يسمع القرآن يتلى بتلاوة شيقة عطرة ممتعة مطربة كما أنتم ما شاء الله تستطيعون تقديم التلاوة بهذا الطراز الممتاز، حينما يسمع الكافر يمر بالطريق ويسمع صوتا يخرج من بيت أحد المسلمين يتلى القرآن بصوت رخيم مترب، وهو يتوقف وهو يندهش، إيش موسيقى هذه؟ أي صوت هذا؟ میں نے
واقعہ پڑھا کینیڈا میں، ایک نصرانی نے، کرسچن نے مصری ریڈیو سے تلاوت نشر ہو رہی تھی، مصری قرآن، ان کا کیا پوچھنا، کس انداز سے خلیل خسری رحمت اللہ علیہ، ان کی تلاوت نشر ہو رہی تھی کینیڈا میں، کسی غیر مسلم نے سنا، وہ متحیر رہ گیا کہ یہ آواز کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کون بول رہا ہے اور کس کتاب سے پڑھ رہا ہے، بے چین ہو گیا تو بتایا گیا کہ یہ خلیل حسری ہے رحمت اللہ علیہ، مصری قاری ہے، مصری ریڈیو اسٹیشن سے یہ تلاوت نشر ہو رہی ہے، ان کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ میں نے پڑھا اس واقعے میں، وہ شخص اتنا عاشق ہو گیا قرآن کا اور شیخ حسری سے ملنے کا، وہ کینیڈا سے مصر آیا، ملاقات کی اور کئی دن رہا مصر میں اور بہت سنتا رہا قرآن مجید، ملاقاتیں رہی ہوں گی، وہ متاثر ہوا اسلامی ماحول سے اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہیں قرآن کی شان۔ ایہا الطلاب استمروا علی ھذا الدرب، درب الجہود المبذولہ تحت اشراف ہؤلاء الاساتذہ الشفوقین، واخیرا اکرر شکری علی ما اکرمتمونی رحبتمونی وقدمتم الی هذه الدعوة الغالية للمشاركة في هذه الحفلة الشيقة العطيرة، أدعو الله عز وجل أن يبارك في هذه الجهود وأن يكللها بالنجاح والفلاح والتمام وأن يجعل هذه الجامعة مزدهرة متقدمة راقية متقدمة إلى الأمام، أن تفتح بهذه الجامعة أقسام أخرى للاختصاص، التخصص في الحديث، التخصص في التفسير، ما شاء الله، أقسام باللغة الإنجليزية والعربية، وفي مجال الفقه قد افتتحت، ولكن المرجو من الله عز وجل بما نلاحظ في القائمين على هذه الجامعة من هذه الطموحات، من هذه العزائم، من هذه النية الصادقة القوية، نرجو من الله عز وجل أن هذه النوايا ستتحقق۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کا جو خواب ہے، خواب نہیں ہے، جو بابرکت ارادے ہیں، عزائم ہے، ان کو شرمندہ تعبیر فرمائے، عالم وجود میں لائے۔ دعا ازمن و از جملہ جہاں، آمین بعد، و اکتفی بهذه الكلمات المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ أيها السادة، قد حصلت جائزة قيمة من قبل رئيس الحفل المبارك الأستاذ والأديب البارع محمد إقبال الفلاحي الندوي حفظه الله ورعاه، بشكل كتب اسمه مجموعة أدبية عربية للمساهم الذي فاز بالدرجة الأولى والثانية، فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاء في الدارين، آمين يا ربنا تقبل منا۔ ونشكر سماحة الرئيس المبجل على ما قدم إلينا من زاد تربوي علم ممتع أقر الله به عيون المسلمين، آمين يا ربنا۔ ننهي الحفلة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.